سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي الطالبات طالبات الصف الثالث. مرحبا بكم اليوم في درس من دروس اللغة العربية وهو في التعبير الكتابي. مرحبا بكم. انظري حبيبتي إلى هذه الصور، ماذا ترين في الصورة الأولى؟ ما أسماء الحيوانات الموجودة في الصورة؟ في صورتنا الأولى نرى أرنب، نعم أرنب، وفي الصورة الثانية نرى مجموعة من الحيوانات، إنها الأرنب والسلحفاة والقنفذ والخلد. توقع ماذا يحمل الأرنب في الحقيبة لنرى في قصتنا اليوم ماذا يحمل الأرنب في حقيبته وما هو عنوان درسنا لهذا اليوم. عنوان درسنا باسم الأرنب الكريم. أهداف درسنا اليوم، هدفنا الأول أن يحدد الطالب المعنى العام للنص. هدفنا الثاني أن يحدد الطالب بعض المعلومات والتفاصيل المهمة في النص المسموع. ولكن قبل الاستماع هنالك قوانين للاستماع: الجلوس جلسة صحيحة، استمع وأنصت، أسمع ولا أقاطع المتحدث. والآن نستمع للنص مع ضرورة تدوين المعلومات، نعم ضرورة تدوين المعلومات. في أحد الغابات عاشت عائلة أرانب في منزل صغير في سعادة وأمان. وفي فصل الصيف أصاب المكان قحط شديد فجفت كل الأعشاب ويبست، وأصاب العائلة جوع شديد ولم يجد شيء ليأكلوه، فاضطر الأب أن يمشي بعيدا بحثا عن طعام لعائلته. فخرج وحمل معه حقيبة قديمة ليجمع فيها ما يصادفه من طعام في الغابة. وبعد مشي طويل وجد شجرة تفاح مثقلة بثمار، فأخذ يلتقط التفاح اللذيذ ويضعه في حقيبته حتى امتلأت. وفي طريق العودة صادفه خلد فسلم عليه وسأله عن حاله، فأجاب الخلد قائلا: إني جائع جدا وأبحث عن شيء أسد به رمقي. ودون تردد أخذ بعض التفاح من الحقيبة وقدمه إلى الخلد، ثم واصل طريقه إلى المنزل. وفي منتصف الطريق اعترض سبيله قنفذ فسلم عليه وسأله عن حاله، فأجاب القنفذ قائلا: إن عائلتي تتضور جوعا وأنا بصدد البحث عن شيء للأكل. ودون تردد قدم الأرنب إلى القنفذ من التفاح ما يكفيه ويكفي عائلته، ثم واصل طريقه. وفي طريقه صادف سلحفاة فسلم عليها وسألها عن حالها، فأجابت السلحفاة قائلة: أبحث عن شيء للأكل منذ الصباح ولكن دون جدوى. ودون تردد فتح الأرنب الحقيبة وقدم بعض التفاح للسلحفاة، ثم واصل طريقه إلى المنزل. وبينما كان الأرنب يمشي ويحمل التفاح على ظهره، تمزقت الحقيبة القديمة وأخذت
التفاحات تتساقط الواحدة تلو الأخرى في الطريق دون أن ينتبه لها. وعندما وصل إلى بيته وهو وهم ليقدم التفاح إلى عائلته، اكتشف أن الحقيبة فارغة، فحزن كثيرا وظن أن جهده ذهب سدى. وبينما كانت العائلة جالسة تتضور جوعا، إذ بالباب يطرق، فإذ بالخلد يحمل بعض الجزر، وبالقنفذ يحمل سلة فطر، وبالسلحفات تحمل ملفوفا. جاءوا جميعا حتى يردوا جميل الأرنب، وهكذا أكل الجميع ولم يبقى أحد جائعا. انتهت قصتنا، ونناقش ونتحاور في بعض منها. ما هو عنوان النص؟ نعم حبيباتي، ما هو عنوان النص؟ نعم، إنه الأرنب الكريم. بما اتصف الأرنب في القصة؟ نعم، اتصف بصفة الكرم، وهي صفة جميلة. أتمنى أن تكون كل طالباتي تتصف بهذه الصفة. ما الفكرة الرئيسية للنص؟ نعم، الفكرة الكرم وحب مساعدة الآخرين. اختاري الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. دارت أحداث القصة في، أين دارت أحداث قصتنا؟ نعم، أين دارت؟ نعم، إنها في الغابة. إجابة صحيحة. ب، أصاب الجوع عائلة الأرنب في فصل، هل في فصل الربيع أم الشتاء أم الخريف أم الصيف؟ نعم، ممتاز، إنه في فصل الصيف. وجد الأرنب الأب شجرة تفاح أم ملفوف أم جزر أم فطر؟ نعم، وجد الأرنب شجرة مثقلة بالتفاح. نعم، إجابة صحيحة. دال، يدور موضوع القصة حول من تجيب ومن تريد أن تتصف بهذه الصفة؟ نعم، إنها الكرم. ها، الشخصية التي لم تتحدث بشكل مباشر في التسجيل الصوتي هي؟ نعم، إنها الأرنب. إجابة صحيحة. أجيبي على الأسئلة التالية لنحدد الأفكار الجزئية من داخل القصة. سؤالنا الأول، عدد الحيوانات الموجودة بالقصة. من تجيب من خلال الأحداث الموجودة داخل القصة؟ نستطيع أن نجيب عن عدد الحيوانات. نعم، إنها أربعة حيوانات: الأرنب، القنفذ، السلحفات، والخلد. أين حدثت القصة؟ حدثت قصتنا في الغابة في فصل الصيف. ماذا فعلت الحيوانات مع الأرنب؟ نعم، فعلت الجميل وردت له جميل صنعه وأطعمت عائلته. هل أعجبتك نهاية القصة يا حبيبتي؟ هل أعجبتنا نهاية القصة؟ نعم، القصة جميلة جدا ونهايتها ممتازة جدا، لأن جميع الحيوانات ردت الجميل إلى الأرنب. عنوان درسنا لهذا اليوم كان بعنوان الأرنب الكريم. ما هي المشاعر التي تدور في هذه القصة؟ نعم، إنها حب مساعدة الغير. وما هي شخصياتنا التي تدور حولها أحداث القصة؟ إنها أربع شخصيات. نعم، إنها الأرنب، الخلد، القنفذ، والسلحفاة. وأين الأماكن التي دارت فيها أحداث قصتنا؟ إنها الغابة وبيت الأرنب.
وما هو معنى العام لقصتنا لهذا اليوم؟ إنها الكرم ومساعدة الآخرين. وما هو زماننا الذي دار فيه الحدث؟ إنه فصل الصيف. وما هي القيمة المستفادة من هذا الدرس؟ إنها قيمة الكرم. أتمنى أن يتصف الجميع بقيمة الكرم ومساعدة الآخرين وحب الخير لهم. سؤالنا الثاني، ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. أولا، حمل الأرنب حقيبة جديدة. من تجيب؟ نعم، إنها إجابة خاطئة. لم يحمل الأرنب حقيبة جديدة، وإنما حمل حقيبة قديمة. ثانيا، أعطى الأرنب القنفذ ما يكفيه من التفاح. نعم، إجابة صحيحة. ثالثا، التقى الأرنب بالخلد أولا ثم القنفذ ثم السلحفات. نعم، إنها إجابة صحيحة. رابعا، أعطى الأرنب الحيوانات كل ما جمعه من ثمار. من تجيب؟ إنها إجابة خاطئة. لم يعطيهم كل ما جمع من الثمار، وإنما أبقى شيء لعائلته التي تتضور من الجوع. والآن جاء دوركم حبيباتي طالبات الصف السادس. أصلي صورة الحيوان بصورة الطعام الذي أحضره لمنزل الأرنب. نرى في الصورة الأولى صورة السلحفاة. وما هو الطعام الذي أحضرته إلى منزل الأرنب؟ ما هو الطعام؟ نعم، إنه الملفوف. نرى في الصورة الثانية صورة القنفذ. وما هو الطعام الذي أحضره؟ نعم، إنه الفطر. وفي الصورة الثالثة نرى صورة الخلد. وما هو الطعام الذي أحضره إلى عائلة الأرنب؟ نعم، أحضر له الجزر. هؤلاء الثلاثة قدموا المساعدة لصديقهم الأرنب الذي قدم لهم المساعدة أولا وأعطاهم مما يحمل. ما رأيك عزيزتي في تصرف الأرنب ولماذا؟ من تجيب؟ يجب أن نعجب جميعا بتصرف الأرنب الذي حاول أن يساعد جميع الحيوانات وأعطاهم مما يأخذ من الثمار. ما رأيك في تصرف الأرنب ولماذا؟ أعجبني وأعجبكم جميعا بالتأكيد، لأنه يدل على كرمه وحبه للآخرين. ما الذي أعجبك في القصة؟ نعم، تختلف الآراء في إعجابكم بهذه القصة. نعم، ما الذي أعجبك في القصة؟ كرم الأرنب وإيثاره للآخرين على نفسه. كما ذكرنا سابقا، إن كل قصة لديها عدد من العناصر. هذه العناصر يجب أن تحتوي عليها كل قصة من القصص. لدينا أولا عنوان قصتنا، وهذه القصة بعنوان الأرنب الكريم. عنصرنا الثاني في القصة هو مكان حدوث القصة. أي قصة يجب أن تحتوي على عنصر المكان، وقصة الأرنب الكريم كانت تدور أحداثها في الغابة. العنصر الثالث عنصر الزمان، وأين دارت أحداث قصتنا وما هو زمانها؟ نعم، إنه في فصل الصيف. ولكل قصة مشكلة وحل وشخصيات. وما هي المشكلة التي دارت في القصة؟ جوع الأرنب وعائلته. وما هي الشخصيات التي دارت حولها الأحداث؟
نعم، شخصية الأرنب الخلد، السلحفاة والقنفذ. وما هي نهاية قصتنا؟ الحيوانات جميعها ترد جميل الأرنب وتحضر الطعام له. هذه هي عناصر القصة التي يجب أن تحتوي عليها أي قصة من القصص، بالإضافة إلى عند الكتابة أن نكتب مقدمة القصة وعرض القصة وخاتمة القصة مع استخدام أدوات الربط وعلامات الترقيم. في نهاية درسنا لهذا اليوم حبيباتي، عليكن كتابة ثلاث جمل عن الكرم، ثلاث جمل عن الكرم. وإلى أن نلتقي في درس قادم بمشيئة الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.